بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في ميدان الظواهر الكهربائية لمستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط مع الوحدة المتمثلة في التحويل الطاقوي الكهربائي. وفي هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى الجزء الثاني منها والمتمثل في انحفاظ الطاقة أثناء التحويل. وهنا سنعرج أو نمر على موردين معرفيين، هما انحفاظ استطاعة التحويل في الدارة الكهربائية وانحفاظ الطاقة المحولة كذلك في الدارة الكهربائية. إذن فبدون إطالة نمر إلى النشاط الأول عفوا المقترح في الكتاب، في كتاب تلميذ. هذا النشاط تحت عنوان الطاقة الكهربائية في دارة كهربائية. يقول تمعا، ماذا تمثل المقادير E P T في الوثيقة 2؟ إذن هذه هي الوثيقة 2. يقول قلنا ماذا تمثل هذه المقادير، ثم استنتج العلاقة الرئيسية والعلاقات الفرعية التي تربط بينها. إذن فكما رأينا هي الطاقة المحولة، هذا الكلام رأيناه في الفصل الثاني في الطاقة إجمالا. إذن هنا هي رمز الطاقة الكهربائية المحولة، أقول الطاقة الكهربائية المحولة، و الرمز بي هو استطاعة التحويل الكهربائي، و تي هو زمن تحويل الطاقة. إذن من خلال هذا المثلث المقترح يقول استنتج العلاقة الرئيسية. إذن العلاقة الرئيسية هي أن الطاقة E يساوي P ضرب تي، ثم نستنتج منه العلاقتين الفرعيتين لحساب الاستطاعة، P يساوي E على T، أي استطاعة التحويل تساوي الطاقة المحولة على زمن التحويل. والعلاقة الثانية متعلقة بالزمن، الزمن زمن التحويل يساوي الطاقة المحولة على استطاعة التحويل. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. ثم بعد ذلك يقول احسب الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف المصابيح الثلاثة السابقة التي رأيناها في الجزء الأول، يعني حينما تكلمنا عن الاستطاعة. إذن فنذكر بأن الطاقة الكهربائية التي تحول المصابيح الثلاثة خلال 2 ساعة، يعني ها هو الجدول معنا الذي ما تطرقنا إليه في الحلقة السابقة. طاقة لو دلالة المولد هي القوة المحركة له تساوي 6 فولت، ودلالة المصباح الأول هي 6 فولت 5 واط، دلالة شدة التيار التي تمر فيه هي 0.83، يعني متى يمر فيه 0.83 أمبير؟ عندما نطبق عليه توتر قدره 6 فولت، على طرفيه توتر قدره 6 فولت. ثم نجد الجداء، يعني نحسب شدة التيار التي مرت في قيمة التوتر، وهنا نكون قد وجدنا الاستطاعة المكتوبة على الجهاز وهي 5 واط. المصباح الثاني بنفس الطريقة، لكن ننتبه إلى أن دلالته الثانية هي التي تختلف، يعني 6 فولت 6 فولت 2 واط. في هذا عندما نطبق عليه 6 فولت يمر فيه تيار قدره 0.33 أمبير. إذا نحسب الجداء نجده 2 واط. المصباح الثالث كذلك مكتوب عليه 6 فولت 0.5 واط، يعني لاحظ أن المصابيح الثلاثة مشتركة في الدلالة الأولى، يعني تعمل بنفس التوتر، إلا أن استطاعة تحويلها مختلفة. شدة التيار التي تمر في هذا المصباح في هذه الحالة هي 0.08، إذا نجد الاستطاعة تساوي 0.5 واط، أي 0.8 في 6 تعطينا 0.5 واط. إذا نحسب الطاقة للمحولة في كل مصباح خلال ساعتين. إذن لدينا القانون معنا، الطاقة تساوي الاستطاعة في الزمن، نحن قد حسبنا الاستطاعة. إذن نضرب 5 واط في 2 ساعة نجد الاستطاعة الطاقة المحولة هي 10 واط ساعي. نفس الشيء بالنسبة للمصباح الثاني، 2 واط نضربها في 2 ساعة تعطينا 4 واط ساعي. المصباح الثالث 0.5 واط نضربها في 2 تعطينا 1 واط ساعي. إذن مجموع الطاقة المحولة للمصابيح الثلاثة خلال 2 ساعة نقوم بالجمع عادي،
نجد القيمة هي 15 واط ساعي. إذن هذا بالنسبة للنشاط الأول. نمر إلى التكملة مع الجزء الثاني أو النشاط الثاني المعنون تحت عنوان انحفاظ استطاعة التحويل الطاقوي في الدارات الكهربائية المربوطة على التسلسل وعلى التفرع. يعني لاحظ ما هي الوسائل التي نحتاج إليها. نحتاج إلى مولد كهربائي دلالته 6 فولت، ونحتاج إلى مصابيح مختلفة الدلالة، نفس المصابيح الثلاثة على سبيل المثال، 5 واط 2 واط و 6 و 0.5 واط على سبيل المثال. إذن ونجري التجربة لنتحقق من المورد هذا، يعني هل استطاعة التحويل محفوظة في الدارة الكهربائية في حالة الربط على التسلسل ثم في حالة الربط على التفرع. إذن نأخذ أولا الربط على التسلسل. كما تلاحظ لدينا مصابيح ثلاثة مختلفة الدلالة. الذي يدل على ذلك هو اختلاف الإضاءة. لاحظ هذا المصباح أكثر إضاءة من هذا المصباح وهذا أقلهم تماما. إذن والمولد لدينا 6 فولت، ودلالة كل مصباح من هذه المصابيح الثلاثة هو 6 فولت، إذن فتختلف فقط في استطاعة التحويل. إذن هذا تمثيل لمخطط الدارة الكهربائية لهذه التركيبة. فقط الشيء الذي لا يظهر في هذه التركيبة هو استعمال أجهزة القياس الفولتمتر والأمبيرمتر. إذن لاحظ أننا سنستعمل الفولتمتر لقياس التوتر بين طرفي المولد الذي هو التوتر الكلي، ثم نقيس التوتر على طرفي كل مصباح أي E1 E2 E3، ونقيس شدة التيار. بما أن الربط على التسلسل فإن شدة التيار هي ثابتة، يعني هي نفسها E1 E2 E3 وهي نفسها ET أي الشدة الكلية. إذن نرى ما هي النتائج التي تحصلنا عليها في هذه التجربة. إذن أجرينا التجربة كما تلاحظون، قسنا التوتر بين طرفي المصابيح الثلاثة، أو بعبارة أخرى بين طرفي المولد. يعني لاحظ سلك الفولتمتر موجود في هذا الناقل المتصل بالمولد وموجود في هذا الناقل المتصل بالمولد، معناه نحن نقيس بالنسبة لأمرين، يعني على طرفي المولد وعلى طرفي المصابيح الثلاثة معا، وهو الذي سنسميه ET. إذن كم وجدنا؟ وجدنا 4.92. ثم بعد ذلك قمنا بقياس التوتر على طرفي أحد المصابيح الثلاثة. يعني لاحظ في هذه الصورة الفولتمتر راه مربوط على التفرع مع هذا المصباح وليس في هذه التركيبة، يعني غير موضعه سلك كما تلاحظ هنا. الآن السلك الثاني للفولتمتر يصير في هذه النقطة. إذن الصورة واضحة. كم سجل لنا؟ سجل لنا 1.45. إذن التوتر على طرفي المصباح رقم واحد هو 1.45 فولت. نرى التجربة الثانية. لاحظ الآن أننا غيرنا هنا هذه شدة التيار، يعني شدة التيار المارة في الدارة. بما أن الربط على التسلسل الشدة هي قلنا شدة واحدة وتساوي 0.31 أمبير. نرى الآن التوتر في مكان آخر. إذن لاحظ بأن التوتر هنا نحن أين نقيس؟ نقيس على طرفي هذا المصباح، يعني هذا السلك وصلناه هنا وهذا السلك وصلناه هنا. إذن نحن نقيس على التوتر على طرف المصباح الثاني، فوجدنا النتيجة تساوي 0.97 فولت. لنرى الصورة الثالثة، يعني الآن التوتر نقيسه على طرف المصباح الثالث هذا الذي هو أكثر توهج. بمعنى الفولتمتر هذا سلكه الأول هنا وهذا السلك الثاني يصبح هنا على طرفي المصباح الثالث. إذن فيقرأ لنا 2.51. سجلنا القياسات التي رأيناها. إذن قلنا الشدة، لاحظ الشدة المارة، لماذا وضعنا خانة واحدة؟ لأن في الربط على التسلسل الشدة التي تمر في المصباح الأول، الشدة التي تمر في المصباح الثاني، الشدة التي تمر في المصباح الثالث هي نفسها وهي الشدة الكلية. إذن وجدناها كما هو مبين هنا في التجربة 0.31. الآن التوترات، التوتر على طرفي المصباح الأول 1.45، على طرفي المصباح الثاني 0.97،
على طرفي المصباح الثالث 2.51. إذا قلنا الآن إي تي الشدة الكلية هي نفسها الشدة الأولى هذه. الآن إي تي التوتر الكلي كم وجدناه؟ يعني ها هو معنا في القياس 4.92. 4.92. الآن سنقوم بحساب هذه الجداءات إي في إي، يعني إي واحد في إي واحد، إي اثنين في إي اثنين، إي ثلاثة في إي ثلاثة. إذن وجدنا، لاحظ قلنا بما أن الشدة هي نفسها المتغير يكون هو التوتر، 1.45 في 0.31 أعطت لنا 0.45، هذا بالنسبة للمصباح الأول. 0.97 للمصباح الثاني مضروبة 0.31 أعطت لنا 0.30. الآن الجداء إي 3 في إي 2.51 في 0.31 أعطتنا 0.78. ثم لاحظ إي تي، إي تي هي 4.92، هي هذه ضربناها في الشدة الكلية التي مرت وهي 0.31 فأعطت لنا 1.52. لاحظ مرة أخرى أنك إذا جمعت هذه المقادير، يعني إي 1 في إي زائد إي 2 في إي زائد إي 3 في إي، تجد نفس القيمة 1.52. إذا مجموع هذه المقادير يساوي هذا المقدار. الآن نمر إلى الحالة الثانية وهي الربط على التفرع. في حالة الربط على التفرع يقول أربط الآن مصابيح نفسها ولكن على التفرع مع المولد الذي دلت ستافولت، أنجز القياسات المطلوبة نفسها. إذن ها هو الصورة للتجربة التي أجريناها. لاحظ أننا حينما ربطنا هذه المصابيح الثلاثة على التفرع صارت كلها ذات إضاءة عادية، يعني في التجربة السابقة رأينا أن المصابيح إضاءتها مختلف، واحد متوسط، واحد ضعيف، واحد ضعيف جدا لا يكاد يظهر أو لا تكاد تظهر إضاءته. هنا المصابيح الثلاثة إضاءتها عادية، كل واحد يضيء بإضاءته الفعلية. إذن نمر إلى مخطط الدارة الكهربائية كما هو مبين معنا بنفس الكيفية وصور القياسات. إذن هذه في حالة الربط على التفرع قلنا. إذن لاحظ هنا نحن نقيس التوتر على طرفي المصباح الثاني. المصباح الثاني يعني هذا. إذن الفولت متر هذا موجود على طرفي، أو حتى أقول المصباح الثالث حسب الصورة، نعم على المصباح الثالث، يعني موجود هنا، هذا هو الفولت متر على طرفي المصباح الثالث. لنرى الصورة الثانية. المصباح موجود على طرفي الفولت متر، معذرة، موجود على طرفي المصباح الثاني، يعني هنا ها هو الفولت متر. إذن الأول هذا الفولت متر هذا أو موجود في هذا المكان على طرف المصباح الثالث. الفولت متر هذا الثاني في هذه الصورة موجود على طرف المصباح الثاني. لنلاحظ الفولت متر الثالث، لاحظ هنا الفولت متر مربوط على، لاحظ السلك الأول هنا، والسلك الثاني ها هو هنا. إذن فالربط للفولتمتر هو موجود على طرفي المصباح رقم واحد، يعني الموجود بجوار المولد، كأنه أو كأننا نقيس التوتر مباشرة على طرفي المولد، يعني هذه القيمة التي نقيسها هي هنا هي تقريبا نفسها القيمة التي على طرفي المولد. الذي يهمنا من ذلك كله، لاحظ حتى أن المصابيح الثلاثة القياسات ليست مختلفة اختلافا كثيرا، الأولى 4.48، الثانية 4.43، والثالثة 4.63، بمعنى سنأخذ أن هذه القيمة كأنها قيمة مشتركة، يعني لم تتغير كثيرا. فحينما نقيس قلنا التوتر هنا سوف نجد كذلك 4.63 أو 68 لا أكثر. إذن نسجل هذه القيم في الجدول بعدما نقيس بطبيعة الحال شدة التيار كذلك. سنقيس شدة التيار في كل
فرع. يعني لاحظ الأمبير متر الأول يقيس هنا مثلا هي هذه 0.44. الأمبير متر الثاني، لاحظ الأمبير متر الثاني إنه يقيس على طرفي المصباح الثاني، وجدناها يعني هنا الأمبير متر هذا يقيس على طرفي المصباح الثالث، وجدناه 0.44 أمبير. الأمبير متر الثاني هو موجود في الفرع الثاني، يعني هذا يقيس فيجد لنا 0.51. الآن نستطيع أن نقيس مباشرة هنا ونستنتج هذه أو نقيسها، لما فيه إشكال. إذا لاحظ أننا هنا قسنا شدة التيار الخارجة من المولد، يعني في المكان هذا، الخارجة أو الداخلة إلى المولد، يعني لا إشكال، الخارجة تكون من هذه الجهة، الداخلة تكون من هذه الجهة. نعم، قسنا الشدة هنا هي المبينة في الصورة 3، وجدنا 1.51. انتبه، في الأولى وجدنا، في الثالثة يعني في هذه وجدنا 0.44، في الثانية وجدنا 0.51، في الكلية وجدنا 1.5. إذا نستطيع أن نستنتج، قلت القراءة هنا نجدها 0.55. إذا وسجلنا النتائج في الجدول، الشدة على طرفي المصباح الأول 0.44، معذرة ليست على طرف، في المصباح الأول، لأن الشدة تمر في المصباح ولا تقاس بين نقطتين. شدة التيار التي تمر في المصباح الأول 0.44، شدة التيار التي تمر في المصباح الثاني 0.51، شدة التيار التي تمر في المصباح الثالث هي 0.55. قسنا الشدة الكلية ET كما تلاحظ، وجدناها 1.5. بمعنى إذا جمعنا هذه المقادير الثلاثة الفرعية نجد هذه الشدة الكلية، في حين أن التوتر وجدنا أن القيم متقاربة 4.48، 4.43، 4.6، أخذنا قيمة مشتركة 4.6 هي التوتر بين طرفي كل مصباح، والتوتر الكلي أيضا هو 4.6. هنا لا نجمع، التوتر الكلي هو الذي يغذي جميع المصابيح بنفس القيمة. ثم نقوم بإيجاد الجداء إي واحد في إي واحد، إي اثنين في إي اثنين، إي ثلاثة في إي ثلاثة. تلاحظ بأن إي ثابتة لا تتغير، لكن الإي يتغير، إي واحد ليس هو إي اثنين ليس هو إي ثلاثة. بمعنى نضرب 4.6 في 0.44، وجدنا في المصباح الأول 2.02، ثم ضربنا 4.6 في شدة التيار التي مرت في المصباح الثاني، أي 4.6 في 0.51 أعطت لنا 2.34. ثم إي تي أو إي إي التي هي ثابتة 4.6 في شدة التيار التي مرت في المصباح الثالث 0.55 فأعطت لنا النتيجة 2.53. لاحظ الآن لنضرب الشدة الكلية التي وجدناها بالقياس 1.51 في التوتر الكلي بين طرفي المولد الذي هو 4.6. إذا حينما تضرب 4.6 في الشدة الكلية 1.5 نجد 6.9، أي بالتقريب 7. ماذا نلاحظ؟ إذا جمعنا المقادير الثلاثة، يعني استطاعة التحويل في المصباح الأول زائد استطاعة التحويل في المصباح الثاني زائد استطاعة التحويل في المصباح الثالث، سنجدها تساوي استطاعة التحويل للمولد. يعني لما نجمع هذه المقادير الثلاثة نجدها أيضا 6.9 بالتقريب. إذا ما الذي نستنتجه من هذه التجارب؟ هنا يقول لنا أولا نفسر ثم نخلص إلى الاستنتاج. في فسر، قارن بين قيمة الجدائين، يعني في التسلسل وفي التفرع، قارن بين قيمة الجدائين اي تي في اي تي و اي في اي في اي في حالة الربط على التسلسل. إذا المقارنة الأولى في حالة الربط على التسلسل، لاحظنا بأن اي تي في اي تي أكبر من اي في اي. لماذا؟ في الربط على التسلسل الاي تي أكبر من اي، مع أن اي هي نفسها اي تي، يعني في الربط على التسلسل شدة التيار ثابتة ولكن التوتر ينقسم على عناصر السلسلة. الآن في حالة الربط على التفرع العلاقة محققة مثل السابقة ولكن بكيفية
معاكسة، يعني اي تي كذلك في اي تي أكبر من اي في اي دائما. ولكن هنا لماذا، يعني لماذا يحدث هذا؟ لأن اي تي أكبر من اي في الربط على التفرع، اي تي هي نفسها اي في الربط على التفرع، اي تي هي نفسها اي، ولكن اي تي هي مجموع شدات التيار التي تمر في الفروع، يعني اي تي أكبر من اي. هذا هو السبب الذي يجعل هذه العلاقة تحدث بها الكيفية. نمر الاستنتاج، قال هل تبقى استطاعة تحويل الكهرباء محفوظة أثناء التحويل من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية؟ نعم، هذا هو الأهم الذي نريد أن نوصل إليه. استطاعة تحويل الكهرباء محفوظة أثناء التحويل من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية، أين رأينا ذلك؟ لاحظنا أننا حينما نضرب سواء في التسلسل أو في التفرع ET في ET، يعني التوتر الكلي في شدة التيار الكلية في الدارة الكهربائية سواء على طرفي المولد، هنا نكون قد حسبنا استطاعة تحويل المولد. حينما نجمع استطاعة التحويل، أتكلم في التسلسل، حينما نجمع استطاعة التحويل للمصابيح نجدها مساوية لاستطاعة تحويل المولد، وهنا نقول استطاعة تحويل الكهرباء محفوظة أثناء التحويل من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية. نفس الشيء ينطبق في التفرع، يعني سواء في التسلسل أو في التفرع. الآن بما أن استطاعة التحويل من المولد إلى عناصر الدارة محفوظة، فإن الطاقة تكون محفوظة لأن زمن التشغيل هو نفسه، يعني الزمن الذي يشتغل فيه المولد هو نفس الزمن الذي تشتغل فيه عناصر الدارة، وبالتالي تكون الطاقة المحولة من المولد هي نفسها الطاقة المحولة إلى عناصر الدارة، وفي هذه الحالة نحن نتكلم عن عدم ضياع في الطاقة. إذن هذا الذي وصلنا إليه من هذه التجارب ومن هذا التحليل. في الأخير نسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.